وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ ناجي شهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ، في رأيك 51 عاما على ذكرى نصر أكتوبر، ولا زلنا نكتشف في هذا النصر المزيد؟ وطبعا طبعا النتيجة تبقى واحدة، هو خصوصية الجيش المصري في مساندة جيشه. دلالات هذه الذكرى فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. يعني بداية كل سنة وانت طيبة، وكل المصريين وجيشنا وشعبنا ورئيسنا القائد عوكل المسلحة بخير بمناسبة هذا الانتصار العظيم الذي حركت به القوات المسلحة المصرية حالة الجمود التي كانت مسيطرة على الجبهة المصرية، من حيث يعني استمرار وجود القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لرمادي السويس، وخلفها يعني حصن بارليف المنيع، وامامها مانع مائي هو الاصعب في التاريخ. وكنت انت قلت ان ما زال حتى الان حقائق هذه الحرب لم تكتشف، حتى الان لم يتم الافراج عن كل وثائق حرب اكتوبر، وعندما يتم الافراج عن كل وثائق حرب اكتوبر سوف يظهر للدنيا كلها كيف استطاع المصريون الجيش المصري البطل ان يتغلب على كل التحديات التي واجهته من خلال العقليه المصريه، من خلال التصميم المصري، من خلال الروح الايمانيه المصريه التي جعلت المستحيل يصبح سهلا ويجتاز المصريين في بضع ساعات. اصعب مانع في التاريخ، اصعب مانع مائي في التاريخ، ويفتحوا خط بارليف اللي قالوا عليه ان هو محتاج عده قنابل نوويه علشان يتم اختراقه، ويقفلوا فوهات النبارم اللي كانت حول القناه الى جحيم، ويسيطروا على النقاط الحصينه في خط بارليف، ويشتبكوا مع العدو، ويرفعوا العلم عاليا لكي تؤمن الدنيا كلها ان هنا في هذا اليوم 6 اكتوبر تم ميلاد امه عربيه جديده سماها رئيس وصفها بانها الامه السادسه، الكوره السادسه في عالم هذا اليوم. ملحمه العبور ملحمه تؤكد ان هذا الجيش العظيم ورئيس شعب اعظم منه كما قال رئيس السيسي اليوم، لان من خلال هذا التجنيد الاجباري، من خلال الجندي المصري اللي كان خريج المعاهد العليا والكليات المصريه والمدارس المتوسطه، واستطاع ان يتعامل مع السلاح، مع تكنولوجيا السلاح المعقد، ويطوعها لكي تكون هي اداته في الانتصار على العدو الاسرائيلي. معركة بكل تفاصيلها عشناها جميعا، وعشنا كيف كان هذا الشعب يرفع شعار لا صوت فوق صوت المعركة، نفس الشعار اللي بيرفعه اليوم عندما اتجه الرئيس السيسي لتحقيق حلم المصريين وحلم كل الوطنيين بتنويع مصادر السلاح، وجعل الجيش المصري والجيش الوحيد في العالم الذي يتمتع بأحدث الأسلحة الغربية والشرقية معا، لكي تكون لدينا قوات مسلحة قادرة كما كانت قادرة في 1993 أنها تزول عن هذا الوطن وتمثل له سيف ودرع كما وصفه الرئيس السادات. صحيح، عندما حققنا الانتصار العظيم في أكتوبر 73. صحيح، ولا زالت مصر يعني تقوم بتسليح القوات المسلحة وحريصة على تبادل التجارب المشتركة فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية مع مختلف دول العالم. كيف ترى يعني هذا المحور خصوصا في السنوات الأخيرة؟ لا، هذا المحور كان حلمي أنا شخصيا. أنا كنت كل مرة في مجلس الشورى كنت أطالب بتنويع مصادر السلاح، وأطالب بكسر احتكار السلاح الأمريكي لتسليح الجيش المصري، لأنه هو أمريكا ضمن التفوق النووي والسلاحي لإسرائيل، وهي الداعمة له من إبرة للصاروخ والقنابل النووية، وبالتالي لا يمكن أن تدينا سلاح يتفوق على السلاح الإسرائيلي. فصرنا بفضل إيمان وعبقرية المصريين 73، ولكن أمريكا مدت إسرائيل بكل أنواع أحدث السلاح عندها، كان لابد من تنوع مصادر السلاح. هذا التنوع محتاج قرار شجاع، هذا القرار الشجاع كان بيتحدى فيه العالم كله ويؤكد ان مصر دوله ذات سياده. يعني الرئيس السيسي بذكاء وحكمه بعد انتصار المصريين وهزيمتهم للمخطط الفوضى الخلاقه في 3 يوليو 2013 استطاع ان ينوع مصادر السلاح ويجعل احدث الاسلحه الغربيه والشرقيه هنا في مصر. مصر الان تمتلك حملات اي طائرات في البحر المتوسط من اخوان الاسطول الشمالي والاسطول الجنوبي، ودي هي الدوله الوحيده في الشرق الاوسط تمتلك اسطولين في البحر المتوسط يحمي حدودنا وايضا يحمي مقدرات شعبنا، وايضا احدث الغواصات الالمانيه اشتريناها، وايضا تمتلك احدث الطائرات الروسيه والصينيه. مصر الان جيشها جيش قوي، جيش ضخم، هو الاقوى في الشرق الاوسط، الذي ينتمى يعني تحدث الرئيس السيسي واعلن ان هذه ان الحرب الاباده الوحشيه الاسرائيليه هي حرب تصوير القذائف الصينيه وانها تهديد امن القوى المصري، وان مصر لن تسمح به. العالم كله استمع لكلماته باحترام، وسيل لم تتضرر انها تحاول انها تفعل ما يخالف، لان مصر
لديها قوات مسلحه بنيناها من خلال الاقتصاد المصري المنهج. نعم. والشعب تحمل صابرا لانه يعلم تماما ان جيشه هو سلاحه في حمايه كل حدوده. بكل تاكيد، وهذه خصوصيه الشعب المصري في علاقته بجيشه. الاستاذ ناجي شهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اشكرك شكرا جزيلا.